تحياتي لكم مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة سماء الفضائية. رغم الظروف المعيشية الصعبة ورغم الزلزال الذي ضرب مدينة حلب، إلا أن هذه المدينة لا تعرف الاستكانة ولا تعرف إلا الحياة والأمل والنشاط. نحن الآن في أحد أسواق مدينة حلب القديمة والعريقة، باب انطاكي، هذا السوق الذي يقع في منتصف مدينة حلب وتحديدا في المدينة القديمة. بعد جميع الأحداث التي مرت فيها هذه المدينة، أن هذا السوق ما زال ينبض بالحياة بفضل تجاره وبفضل أهل مدينة حلب الذي نعاد رغم كل ما حصل. كما قلت، هذه أهالي مدينة حلب معروفون بالنشاط، معروفون بالحركة، معروفون بالعمل الدؤوب. يعطيك العافية أبو العبد، كيفك؟ الله يرضى عليك ويحن عليك يا كيمان. خليك بعد، خبرنا كيف وضع السوق هيك بعد هاي الأحداث اللي مرت. وبعد الأحداث الأول، بداية الأحداث يعني شوي صاد، شوي العالم شوي خافت يعني، بس الله نور يرجع على سلامة إن شاء الله، ونور إن شاء الله لقدام على أحسن 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 يا رب. فتحتوا أنتوا؟ هي أكيد فتحنا كمان، بس ما سكرنا طاول. أبدا ما سكرنا، بس أول نهار زنزال يعني كلنا متحاسبين حسابات، ما جينا فتحنا، بدنا طلعنا محلاتنا وجبنا محلاتنا، الحمد لله كل شيء على ما يرام. كيف الأشغال منيحة؟ إيه الحمد لله تحسنت، طلعت تحسنت. طلعت والله 15 رمضان شعبان قطع على جي واحد رمضان، أكيد بده يصير حركة إجباري قبل رمضان. على كل الأحوال يعني إن شاء الله الأمور تسير نحو الأفضل. كما تتابعون معنا، السوق هو مزدحم بأهالي مدينة حلب، سواء الذين يأتون من الريف أو من المدينة. يعطيك العافية. خبرنا كيف وضع السوق؟ والله وضع السوق الحمد رب العالمين ممتاز الله حاليا، بس وقت من وقت الزنزال الله يعني السوق كل ما له عمل بيتحسن الحمد لله، والعالم كله فاتحة. ما في تسكين يعني، اي شايفين في اجر يعني كمان. في اجر الحمد رب العالمين، يعني في العالم عمال بتروح وبتجي، وفي بيع وشراء يعني، بس ما هو هالبيع الشراء يعني الكامل. هيك بتتاملوا ان شاء الله تصير ان شاء الله، بنقول ان شاء الله احسن. هلا كل نهار عن نهار العالم عمال بتنزل على الاسواق. نعم كل نهار عن نهار عم تنزل على الاسواق. مية السلامه، اهلا وسهلا. خلينا نشوف كمان ان مثل ما عم بتابعوا في البضائع موجوده، الناس موجوده بالاسواق بتحاول تتسوق قدر الامكان. هاي الأسواق طبعا في منا بالجملة، في منا بالأسعار الكلفة، فلذلك احنا بنشوف كل أهالي مدينة حلب سواء من الريف أو من المدينة بيجوا لهذا هذه الأسواق لحتى يقدروا يتسوقوا. يعطيك العافية. يعطيك العافية. خبرني كيف الأوضاع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. فتحتوا السوق ما سكرتوا أبدا؟ لا لا ما في أبدا تسكير الحمد لله. كيف أوضاعكم هلا؟ رجع السوق مثل ما كان بالأول؟ الله نوعا ما، مو رأسا يعني، بس يعني في أنقاض ما انشالت لسه بالأحياء، أحياء ضيقة، ولكن يعني أصحاب المحلات فتحوا؟ لا فتحوا رأسا الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية. كما تابعتم معنا يعني أسواق مدينة حلب عادت إلى الحياة من جديد. سوق باب انطاكي على غرار الأسواق الأخرى الموجودة في المدينة القديمة، عاد نبض الحياة إليه من جديد، وإن شاء الله ستعود الحياة كما كانت وأفضل إلى الشهباء حلب. تحية لكم مشاهدينا، كنت معكم أنا كنان علوج من سوق باب انطاكي بحلب الشهباء.